هيستقبل. بنك الاهلي لو ما دخلش هيستقبل، لكن قلشه وكره خطيره وفرصه الرزاز سيلا واستحوذ عليها تبقى في منتهى الخطوره وتمر الكره وتعدي على طول لمحمد هلال، وقع رزاق سيسي، لكن هم هيكملوا الهجمه، لكن هجمه سهله وعلى طول جول جول. الله الله الله، ناصر منسي يا نهار ابيض على عكس سير اللقاء، لسه بتكلم هجمه خطيره، هل ينجح رزاق وتاخدوا الكره في هجمه خطيره خاطفه سريعه، لكن بقى تحسب لمين الكره دي يا جماعه؟ تحسب على طول لعاصم صلاح اللي وقع قدامه زميله، لكن هل هكمل هجمه؟ عمل عرضي دواء وشفا نموذجية يا ولد يا منسي يا خطاف، يا ولد يا منسي يا خطاف، عدت الكرة فرصة حلوة حلوة حلوة، جول جميل للبنك الأهلي على عكس سير اللقاء، على عكس فرص المباراة اللي كلها اكتسب باللون الأخضر في مرتدة كده سريعة وهجمة خاطفة، ينجح ناصر منسي من عرضية عاصم صلاح النموذجية إنه يلعب الكرة، يخطأ على طول، مش يخطأ هو غصب عن المهدي سليمان لأن الكرة قدامه على طول ما يقدرش يتعامل معاها وتدخل على طول المرمى محرزا اللاعب اللي قدامكم ناصر منسي هداف كده. كره محمد فتحي ياخد ضربه ركنيه، محمد فتحي وضربه ركنيه، زمايله طبعا بيشجعوه، وضربه ركنيه لصالح البنك الاهلي، ادي محمد فتحي وانطلاقه محمد فتحي، لكن هشام صلاح على طول وجت في هشام صلاح وتطلع لضربه ركنيه للبنك الاهلي من ناحيه الشمال. ادي الكرة التسلل يدوب يدوب بجزء من جسم ناصر منسي، لكن كان هتبقى خطيرة لو كان موجود في مكان يعني راجع لورا سن. الضربة الركنية محمد هلال وهلال يعمل عرضية، جول 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 جول، هو 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 القناص ناصر منسي، مش ممكن الهدف الثاني للاتحاد لفريق البنك الاهلي، جول 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 جول، البنك الاهلي ينجح من كورتين يعني واحده فيهم متحركه لعاصم صلاح والثانيه ثابته من ضربه ركنيه يلعبها محمد هلال، كره حلوه قوي متدربين عليها، جمله من احمد عبد العزيز المدرب اللي قدامكم اللي كان المدرب العام لنادي الزمالك، على طول يعمل كرة حلوة يا ولد يا ناصر يا منسي، يا جماعة الولد ده والله هداف بالفطرة يا ابني، ايه الحلاوة لكن دي خبطت في مورو ساليفو ولا ايه؟ طب نشوفها مرة تانية، هل ناصر لعبها ولا مورو ساليفو؟ ده مورو ساليفو اللي دخلها في المرمى، لكن كان باينة انها لناصر منسي، لكن هنا مورو ساليفو يحرز هدف من النيران الصديقة ويبقى هدف لصالح فريق، هنشوف بس انا عايز اتاكد من اللمسه، لكن في الاعاده اللي هي الجانبيه تقريبا ما لمسهاش ناصر منسي، نتاكد بقى ونشوف الهدف ده يتحسب لمين ونقول لكم وناكد لكم الهدف هيتحسب لمين، لكن لو ناصر منسي لمسها بشكل جيد جدا يبقى هدف رائع قوي. لكن 2-0 للبنك الاهلي وتتصاعد ويكون المباراه صعبه، هذا اهو هدف ذاتي، مورو ساليفو هو اللي لعبها، كان ممكن القريبه كان ممكن لكن لعبها حلوه وعدى حلوه، واربع ركنيات للبنك الاهلي وثلاثة للاتحاد والعرضيه ويطلع ابو جبل، لسه الفرصه قائمه، ابراهيم حسن عنده فرصه يعمل كره عرضيه افضل، لكن اعتمد على نفسه وعايز يدخل لكن عملها على طول لهشام، وهشام هيعمل عرضيه من لمسه واحده، كره في منتهى الخطوره وما بيقولوا له جول جول ولا لسه؟ مش ممكن، عدت الفرصه يا سلام، لكن جول، قلت الكره جول 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 لنادي الاتحاد، عادل الاتحاد في اول ربع ساعه زي ما قلت لحضراتكم، واعتراض شديد، هل الفار هيتدخل؟ هنشوف هنشوف، لكن انا شفته جابها من المرمى لكن ما كانتش باينه ليا قوي، لكن هدف جميل بقى، نستنى الفار هيقول ايه، هو الكره اللي فيها شكوك كده في الهدف دون، هل دخلت المرمى؟ بص في الزاويه العرضيه العكسيه، ادي الكوره وزاويه الكاميرا، هل دخلت؟ دخلت دخلت يا ابو جبل، دخلت، جابها ابو جبل من المرمى ورؤيتك السليمه، هدف للاتحاد السكندري، اذا يقلص الفارق، عاد الاتحاد عن طريق ما بلولو بعرضيه ولا اروع ولا اجمل من هشام صلاح، بص بقى ابو جبل اهتم براس ما بلولو، لكن الكره لو كان اهتم بيها هي مش براس ما بلولو كان لحقها، كان لحقها، لكن راس ما بلولو احرزت الهدف، وراس ما بلولو خلت الكره تيجي في المرمى لما حاول يمسكها ابو جبل، بص ابو جبل المسكه دي عطلته عن لحق الكره، وهدف اول للاتحاد السكندري، وامتياز امتياز، هل في حاجه في الكوره؟ طب نشوف نشوف، هل باين في اعتراض؟ طول ليه هاشم صلاح، هشام صلاح يلعب الكوره
وتروح ورا لصبري رحيل اللي يعمل كره عكسيه نموذجيه على طول لابراهيم حسن، ياخدها بسرعته يقطم كده في المرمى، يعمل عرضيه حلوه، جول 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 جول، قلت هيعود ويعود. اذا على طول يحرز الهدف الثاني محمود علاء، والكره صنعها مين يا جماعه؟ صنعها صبري رحيل من كره يعني عكسيه جميله على رجل ابراهيم حسن اللي يعمل اسيست ولا اروع ولا اجمل، يتعادل بيه محمود علاء وسيد البلد يعود، والاتحاد قادر على ان يفوز. وتراجع كبير قوي 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 من بنك الاهلي، حب يحافظ على هدفين فخد له اتنين، كوره جميله جدا وهدف رائع قوي قوي. كوره يا ولد يا ولد يا محمود يا علاء، يحرز هدف ويصلح حته كده من الاخطاء الدفاعيه لفريق الاتحاد. عاد الاتحاد وعادت البسمه للجماهير الاسكندرانيه الجميله اللي في اسكندريه وفي كل المحافظات اللي بيشجعوا الاتحاد السكندري. يتعادل الاتحاد 2-2. كوره موسى دي ورا، عملها عرضيه، عملها عرضيه من غير ما يبص وتمر الهجمه وتمر الفرصه. ابتدت التعديلات الفنيه تبان اثرها وتبان خطورتها، وكوره وفرصه، فرصه التقدم، اتاخر 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 لكن معدي، هيحط هدف ولا تضيع، جول! يا نهار ابيض يا نهار ابيض، لا يا نهار اخضر يا نهار اخضر، الاتحاد يتقدم بهدف قاتل قاتل قاتل. قلت لكم يا جماعه الربع ساعه الاخيره، الربع ربع ساعة الأخيرة سبع أهداف دي في يد الثامن يا أوستون يا أوموتو، جول 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 جول، الاتحاد سيد البلد يتقدم بهدف ثالث من خطأ من الجزار نجم اللقاء، يعني يغلط غلط فادح. بص الجزار ولا مين ده؟ 20 أمير مدحت، يغلط أمير مدحت سبحان الله، نزل من دكة الاحتياط عشان يطير الثلاث نقاط، نزل من دكة الاحتياط وطاروا الثلاث نقاط. الا لو المفاجآت بقى موجوده وسط الاوموتو، ثبت يا عم الحاج، شوت يا عم الحاج بوش رجلك عم الحاج وسط الاوموتو، قال لهم يلا يلا يلا، اللي الثعلب وسط الاوموتو فات فات.